فوجواني هي ليتيل لاغريابل ليتيل جوري بريفيري ليتيل يكون هو المذكره الترافعيه، ولكن السيد وزير العدل خلى لنا ليتيل هو اساليب احتجاجيه ضمنا للقانون واحتراما لحقوق الحريه ديال الاشخاص كلهم. مرحبا بسيمونير ومرحبا بالفاس بريس لدى هيئه المحامين بسطات. اكبر مكسب حق المحامين في تاريخهم هو التعاضديه العامه، وهي تراوح مكانها الان. شوف سنصاب يعني سنصاب في مقتل ان اسيء الى تعاضديتنا، احنا ننافح. احنا شوف ايضا حتى لا يتم ايهام المواطن باننا ضد مشروع مجتمعي، ضد مشروع دوله. التغطيه هو التغطيه الصحيه الشامله، بالعكس امر من المكتسبات الجميله التي يخوض فيها الوطن وتخوض فيها الدوله وتخوض فيها ويخوض فيها جلاله الملك. نكون واضحين، مكتسب رائع التغطيه الصحيه الشامله، احنا في الصلب ديالو، احنا ماشي خارج ديالو. كل ما نقوله باننا عندنا واحد التعاضديه ديالنا حتى لا يهم، كنسوقوا الخطاب غير حقيقي بان المحامون ما بغاوش يخاطوه في قانون 98 القانون ديال التغطيه الصحيه الشامله ومني. لا 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 ابدا، احنا غير تنقولوا عندنا نظام خاص والترتيبات ديالو والتنويه اللي كنحصلوا عليه من جهات معينه بتنويه رائع واكد نجاعته ومن اهم المكتسبات وانخرطنا فيه بشكل. انا دابا انا النقيب رضوان مفتاح، انا والزوجه والابناء، الزوجه بين قوسين لانها انخرطه في قطاع عام، هذيك انا وبنياتي عندنا التغطيه. اذا حنا 17000 محامي، الا كانوا مزوجين 12000 راه الاسره ديالنا كلها دابا الان مشموله بالتغطيه الصحيه في اطار التعاضديه، وهذه هي الاراده الملكيه. حنا في صلب الاراده الملكيه، حنا ماشي ضدها ابدا. حتى ما نبقاوش، لان احيانا كنسمعوا شي مزايدات، شي مزايدات خطيره اللي كنوهموا منها بها المواطن. سيدي راه الناس ما باغاش تخلص ضريبه، والناس متهربه ضريبيا، الناس ما باغاش تغطيه صحيه. ابدا ابدا، وانا انخرط. وان كانت هناك نحن ساهمنا في ازمه كوفيد حسب الامكانيات ما يقارب عشرات الملايين الدرهم التي ضخت في الصندوق الذي اعد لهذا الغرض من قبل هيئه المحامين المغرب. نحن نساهم في تكاليف الدوله وأعباء. نحن مواطنين، المحاماه مواطنه، لا المحاماه مواطنه. ايضا تمارسون الرساله اللي عليها تعتمد التقارير الدوليه في حريه التعبير وحريه التقادم. نمارس كما قلت، نمارس الرساله، وحنا حتى الحكومات المتعاقبه ما عطاتنا والو. لا تقاعد كيف ما قلت لك كنديروا التغطيه الصحيه يراد لها، وهي نداء. خليو لنا التعاضديه ديالنا، واهلا وسهلا باي شكل من الاشكال من اجل المساهمه في اعباء هذه التغطيه الصحيه الشامله قابله للنقاش، ولكن التعاضديه لا تضرب. غنتمسوا. علاش؟ راه كل واحد اللي عنده ثلاثه الابناء، اللي عنده ثلاثه زوج، تكون عندك اربعه زوجات طبقا للشرع، وان كان الوضع المهني والوضع الاقتصادي راه وحده، وراه حنا ولينا مقاتلين مع اقتصاديين هي وليا. بكل صدق هذا واقع. الصوره التي كانت تعطى على ان المحامي هو هذيك النخوه ديالنا، هذيك نخوه، لانني ما يمكنش ندافع لك وانا ما عنديش نخوه. نخوتي تقتضي انني نكون لابس مزيان، نكون نقي، نكون راكب على سياره مقبوله، ما تنقولش فخمه، نكون راكب على سياره مقبوله. او ديما مشيتوا لنا حنايا سياره الضريبه على الثروه. غنمشيو على الان كيستحضرني واحد الاحصائيه ديال اللي صدرت مؤخرا ديال المندوبيه الساميه للتخطيط. اش جا فيها؟ بانه 3 ملايين مغربي نزلوا من الطبقه الوسطى، نزلوا. رحنا منهم، رحنا منهم، المهن الحره راه منهم. 3 المليون المغربي راه تلقى فيها واحد الجزء كبير من المحامين، وغتلقى فيها واحد الجزء كبير من الاطباء، وغتلقى فيها جزء كبير من المهندسين المعماريين، واحد الجزء كبير من الموثقين، لان هي اللي كانت المهن الحره، وهي البارشوك. ها هي نزلات فين بغيت، ما غنقولش نزلات وانما واقع. نخوتنا تجعلنا ونحن ندافع عن الحريات وندافع عن الحقوق يتعينوا انهم يكونوا اقوياء بشكلنا اولا، بمظهرنا اولا. محامي كيتسابق معك في القهوه، سامع معك في الريستورون، راه غير النخوه. لانه الواقع الحالي راه حتى ديك 300 درهم التي يشاع لها بان بحال واحد الاسعاب اللي غتوصل 3000 درهم، بكل صدق وهذا استحي انني نقوله في منبر اعلامي، ولكن الواقع ما خلاوش لينا، خلاونا نعريو شويه على الماعون، ولكن بالحفاظ على اخواتنا. راه كاين اللي ما كياخذهاش، كاين اللي ما كيتقاضاهاش، معظمنا وكاين اللي كيتقاضى في قضايا حقوقيه بشكل مجاني، وان كان فيها نقاش قانوني تيقول لك بانه، ولكن مع ذلك هذا واقع. ونحن ندافع، حنا كندافعوا الحقوق،
ولكن صوتنا اللي كنسوقوا ونحن ندافع كما جاء على لسانك سي منير مشكورا عليه، ونحن ندافع عن القضايا الوطنيه الكبرى. لماذا اخترنا مدينه الداخله في ضيافه هيئه المحامين باكادير مشكوره؟ لماذا اخترنا؟ لرمزيتها. الصحراء مغربيه، شاء من شاء وابى من ابى، هذا موضوع السياسه الخارجيه ديال الدوله وجلاله الملك انهاه، ما بقى حتى واحد ما غايزايد علينا به، وانما حنا بغينا نمشيو باش نبلغوا رساله قويه تما، واستدعينا لها واستدعينا النقباء من خارج المعموره، من افريقيا، من اوروبا، من الدول العربيه، قناصله ايضا، منتدبين من جميع الجهات، استدعيناهم. ليش من وعلاش؟ شوف، وربما حتى التمويل ديال الاستضافه، حتى التمويل ديال الاستضافه قد يكون من ماليات هيئتنا. هذه الصوره الاولى باش نقولوا باننا مجتمع متماسك حول التوابس ديال المملكه، لا نقاش فيها. عطينا، بغينا نعطيو صوت. مشينا للبنان زملائنا ونقبائنا، ومشينا للبنان لاش؟ حمايه للوحده الترابيه، ودائما كنديروا ندعوا لاتحاد المحامين العرب الذي سينعقد في دورته المقبله، مشكورا السيد الامين العام كاوي بن عيسى اللي غينعقد في المغرب. حنا هادشي كل الاتحاد الافريقي للمحاماه سعينا الى ولا زلنا ساعين باننا كنجريو باش نديرو، علاش؟ للدبلوماسيه الموازيه. الدبلوماسيه الموازيه نسوق لها، لانه كاين المشرع، كاين البرلمانيين كيديروا الدبلوماسيه الموازيه، كاين الوزراء الدبلوماسيه الرسميه، كاين جلاله الملك. لا اتذكر الخطاب، وانما اتذكر في حواه انه حينما قال يتعين ان تكون هناك دبلوماسيه موازيه، بالصيغه باش ما نحرف شيء غير الفكره، ما معناه انه راه الدبلوماسيه الرسميه راه ما بقات شيء كافيه، والدبلوماسيه الموازيه سيرا كنديروها من مالياتنا، من مالياتنا الخاصه، من ماليات هيئاتنا. ملي كنمشيو للبنان ولا نمشيو لسلطنة عمان ولا نمشيو للاردن في اطار اتحاد المحامين العرب، راه كنمشيو. ملي مشاو النقباء مؤخرا لدكار مشاو، علاش مشينا؟ واش غادي نمشيو للسياحه؟ ابدا، واهم من يظن بان النقيب يذهب للسياحه، السياحه يمشي لها بشكل خاص، ثلاث ايام واربع ايام مرهقه، لان ما كنلقاوش حتى الوقت فين نحكوا روسنا، وانما من اجل الحفاظ على التوابع نخليو السياسه كره الفارغ. ملي كنمشيو للاتحاد الدولي اين محل؟ راه هذه كنديروا الدبلوماسيه، نسوق لبلدنا، لما هو متواجد من بلدنا، نسوق الحريات، نسوق الحقوق، نسوق. حنا داكشي كنقولوه، كيقول سي فوزيت ساتيسفي ديت لو زوطخ، سي فون ليت با ديت لو انو. حنا كنطبقوا هذا المبدا، كنختلفوا مع بعضياتنا، نحن منافعين للحقوق، كنقولوش العام زين اكيد، كنقولوا كاين هفوات اكيد، نسعى الى، ولكن كنخليو داخليا. وانما هاد الناس بحال الخرجات ديال المسؤول الحكومي ديال السيد الوزير، تخلينا الله تخلينا نديروا الدبلوماسيه الموازيه كما ينبغي. راه ملي كنمشيو على البرلمان وحنا وفي اكثر من محطه حققناها، وبالتالي نريد ان نستمر وسنستمر، لن يثنينا مثل هاته في انتهاء الخرجات. نحن الى زوال، نحن النقباء الكرسي الى زوال، حتى الوزراء الى زوال، اكيد هذا هو اللي بغيت نجي ليه. ومعاليه سيعود الى مكتبه، فاما ان يعود والاحضان تتلقفه، ولا اظن ذلك في ظل الوضع الحالي، لا اظن ذلك، غير يحاول يحمي، لكن شي حاجه باقا ينقذ ما يمكن انقاذه، استدراك في اطار يمكن ما يمكن استدراكه في اطار علاقته بنا، ولكن صعب عليه، صعب عليه، لاننا جلسنا، احنا ما كناش نتمنوا نوصلوا لوساطه برلمانيه، لانه مشكوره الفرق البرلمانيه والمجموعه النيابيه ديال المجموعات النيابيه، مشكوره على ما قامت به، اغلبيه ومعارضه، لها الشكر الجزيل، جلسنا، ولكن وجدنا ايضا السيد وزير العدل، وفي لحظات لا اخفيكم سرا، هذا الشيء خصو يخرج، مابقاوش نخبيوه، في لحظات كاد ان ينسف ذاك اللقاء، وخرج السيد الوزير، والله يا ودي، السيد الوزير انا شوف، انا اخاطب فيك وزيرا للعدل. احد اعضاء الحكومه، لاحظ الى غايه الان، رغم انني اتحدث بسرعه، الى غايه الان ما دويتش على الاستاذ وهبي، لان صفتك شيء، صفتك كمحامي شيء، واسمك الشخصي شيء، ولكن صفتك الحكوميه تعطينا الحق بانني نتحدث لك بهذا الخطاب، وهو هي اللي كنخاطب فيك، لا يمكن. وخرج وقال لي مودي النقباء ما سلموش عليا. هل يقبلوا المنطق السليم هذا؟ احنا بالعكس، احنا كنسلموا على الصغير قبل الكبير. احنا كنحتارمو، وانما الصوره عكس التي نقلت، ولكن احنا ماشي في قسم باش من يدخل الاستاذ نوقفوا له،
وكان متواجدا معنا ايضا نقيب هيئه المحامين الدار البيضاء، وحنا في اعرافنا وفي تقاليدنا نبادر الى القاء التحيه على النقيب، فبالاحرى اذا كان نقيب الهيئه التي انتمي اليها. وانا حس في نفسي ان انا نقولها ليه، انا نقولها لي كزميل الان، الاستاذ عبد اللطيف وهبي راح حرجتي النقيب عدنان مني ما جيتيش انت بادرت الى السلام عليه، لان النقيب عدنان حنا عندنا قوي، نقيب الرباط عندنا قوي، نقيب حنا بالعكس كيعجبنا نقيب الرباط ونقدروه ونحترموه، وبالتالي كنتي تازي تكبر بالنقيب ديال الرباط. لاحظ بان هناك الاطباء معفون، ونختم بهذه الاطباء، واش الطبيب اللي معفى باش المواطن باش يفهم علاش كنتحدث، ليس الطبيب ليس المراد من الاعفاء ديال لا تاكساسيون في اطار المعطى الضريبي، راه ماشي الطبيب، راه المريض، المريض هو الذي تم اعفاؤه وليس الطبيب، وهذاك مريض يحتاج الى علاج، يحتاج الى تداوي، حتى ايضا في قطاع الادويه هناك اعفاء لبعض الادويه او لكل من في واحد الناحيه الدواء، اذا راه ماشي الاعفاء للصيادله وانما للمريض، هذاك راه في حاجه، كما هو في حاجه الى صحه سليمه وبدنا معافى سليم فهو ايضا في حاجه الى حقوق والى حريات، فهو مضطر ان يعني يلجا يعني الحق، يعني الحق في الصحه هو زائد الحق في التقاضي وولوج العدل، فهو في حاجه الى الدفاع والمنافعه عن حقوقه مدعيا او مدعا عليه، وكما تم اعفاء المواطن المريض يتعين ان يتم اعفاء المواطن المتقاضي، ولا تجعلوا منا جبهة لهاته الضريبة حتى لا يكون هناك امتصاص لصدمات، بارك علينا، خدينا البارشوك بما فيه الكفاية، وهو خطاب اكيد لسنا متهربين ضريبيا وانما خطاب لمن يريد ان يسوق وفي مقدمتهم السيد وزير العدل، لاننا كان خطاب، شوف بصدق وبيختم، خطاب السيد الوزير المنتدب كان خطابا حقوقيا قانونيا، الى درجه انه قال لك ودي انا ما درتش تضريب المحمز شي ضريبه، انا غير عطيت المحامين داكشي اللي باغين، هنا فين كيبقى الخلاف، شكون اللي قال لك؟ اذا شكون اللي نقل لك الصوره باننا باغين هذاك الشيء؟ طيب ننتقل لواحد المحور اخر سيد النقيب، دائما في اطار يعني مؤاخذتكم الوزير بعد اتخاذ المقاربه التشاركيه اللي هو قانون مهنه المحاماه، قانون مهنة المحاماة البعض كيقول بأنكم وكأنكم انتم المحامين باغيين تشريع على المقاصد ديالكم، واش ممكن هذا الأمر هذا صحيح ولا ما صحيحش؟ شوف أيضا سامحه الله غيدور تاعي وغيرجع يلبس البدلة وغنجلسوه في اجتماعاتنا وفي جمعنا العامة وفي اجتماعات مؤتمراتنا وغنسمعوه داكشي اللي خايصو يسمع كزميل، وغيسمعها من عند من؟ غيسمعها من عند 17000 محامي، ما غيسمعهاش من عند النقيب مفتاح، وهذيك الساعة له حق الرد كمحامي كما له حق الرد الان كوزير. هاد الفكره ديال اننا بغينا قانون مهنه المقاصد، بالعكس غير غير المقاربه التشاركيه، في عهدي ولايه المكتب السابق الذي كان على المكتب جمعيه هيئه المحامين السابق الذي كان على راسه النقيب عمر ويدر، جلسنا لعده مرات الوزراء، وهنا افتح قوس لاقول شوف البعض يقول بانني كنحابي وزير على وزير، لا ابدا ابدا، انا حينما استشهد بمواقف السيد وزير العدل الاستاذ مصطفى الرامي ليس محاباه مراسل ترشقا بالورود، وانما انا في حينما كنت عضوا بالمجلس في وقفه الكرامه ديال 29 نوفمبر، انا هيئه المحامي صدات جوج الحافلات ديال الزملاء اللي وقفوا قدام البرلمان انذاك، وانا من كنت مكلفا من قبل النقيب بانني مشيت انا واحد الزميل مشينا وكرينا الكيران وبدينا، وبالتالي اللي بغيت نقول انك سيد الوزير من جال كتجالسونا وجالسنا انذاك في لقاءات مطوله، ثم اتى بعده الوزير اجار، ثم اتى بعده الوزير بن عبد القادر، في عهده وقعت 7 محاضر، انجزت 8 محاضر ووقعت منها 7، وقعت 7 محاضر في هذا الاطار حول قانون المهنه، حول قانون، تم الاتفاق على ما يفوق، غنكون قللت من النسبة إلى قلت لكم 90%، على ما يفوق 95% تم الاتفاق حولها، قلنا خلاف ديال حول توسيع حول إلزامية المحامي إلزامية الدولة بالمحامي حول المكاتب الأجنبية، تكون واضحين، أنا اللي كيقول واحد المثل داريجي اللي تيشطح ما تيخبي لحيته، حتى المسائل اللي قادرين ينتقدوني فيها المحامين ولا ينتقدوا فيها المؤسسات ديالهم نقولوا راه حنا صادقنا عليها سيدي، وافقنا عليها، غادي تقال لنا بأنه سن الولوج، كانوا قباء ديالكم كنتحملوا مسؤوليتنا، وانما لما اعطي لنا من ضمانات
قال لك اسيدي ندوزوا هاد النقاط بالتوافق، وهاد جوج النقاط الخلافيه خليهم لنا نرفعوهم مع بعضياتنا ونديروا الجلسه مع الوزير. وانا ذاك قلنا باننا انهينا المحطات، قالتنا فاذا بنا نفاجئ بانه ديك سبعه المحاضر الموقعه والثامن اللي ما موقعش كلها يتم ضربها بعرض الحائط. وكانت فيه مسائل ايجابيه هذا القانون في حمايه الحقوق والحريات. حنا اللي كيقول لك بان نحمي المواطن من المحامي، المحامي ما بقاش كيشد الفلوس ديال الودائع ولا كيمشي للصندوق الصندوق الماده 57 ولات واضحه بمعنى مناش غتحميه. حنا اللي نحن اولى ونحن احق بالحمايه من. ولكن الوزاره كيقول بانه كاين ملي دخل الوزاره لقى 21 محضر موقع من قبل رؤساء رئيس الجمعيه وشي عضو من عنده شي انتماء معين. شوف سمعت هذا الكلام على لسان بن الشيخ البارح في ندوته الصحفيه الذي قال بانه قال لك راه واحد 21 محضر موقع من عضو. شوف انا قلت لكم قبيله اقوال العقلاء تصان على العباس، وانا لست هنا بموقع المدافع لانني اختلف ايديولوجيا وسياسيا مع اي كان في انظار بن كان، وانا انتمائي وولائي للمهنه وللمحاماه. لست ضد ان يكون المحامي رجل سياسه، ولكن ان تؤثر السياسه على المهنه امر مرفوض، وان يصبح المحامي ذا حكمه وهو المنافع وهو الذي تعين ان يخاطب خطابا قويا ذا حموله مهادئه مهادنه سياسيا، نجيب لك الفكر السياسي ديال المهادنه للمهنه، هذا حتى هو امر مرفوض. وانما نجيب مكتسبات من السياسه للمهنه اهلا وسهلا، لانها في جميع الاحوال تصب فيها لصالح المواطن، هذا غير قوس في التحزب. توقيع 21 عضو 21 محضر، ما انا العهد اللي عاقل ليه بعدا سبعه المحاضر الموقعة وثمانيه موقعش اللي صادقنا فيهم بشكل نهائي، لكن اقوال العقلاء تصنع العباد. هذاك العضو المقصود يلا كيولى عضو في مكتب جمعيه المحامي المغرب غير في عهد المكتب السابق، ما عمره ما حسب المعطيات اللي عندي باي صفه سيوقع محضر، ولا صفه له هذاك العضو باش يوقع شي محضر. اذا كان هذا كلام خطير للقناه، نحن المسؤولون سنحاسب من قام ونحاسب ذاك العضو اذا كان موقع هذا المحاضر. ولكن انا متاكد لا صفه له في توقيع تلك المحاضر لانه لم يكن عضوا بجمعيه هيئه المحامي المغرب الا في عهد الرئيس عمر ودرا التي وقعت فيه سبعه محاضر، وهذيك سبعه المحاضر التي وقعت كان نقيب هيئه المحامي الدار البيضاء ضمن اللجنه، وبالتالي فانه الواقع هو النقيب حسن بيروين، هو النقيب عمر ودرا، هو عبد ربي العضو المتحدث عنه حتى لا نقوم باشهار لجهه معينه وقالها بن الشيخ، رجعوا لبن الشيخ كان كيحضر في ديك الاجتماعات. ولكن ان حدث ووقع راه ماشي بصفة انتماء معين او بصفة، وانما ان حدث وقع غادي تلقاو التوقيع ديالو. الا كانت عند السيد الوزير شي 21 المحضر راه لا علم لي بها، وانا انزهه وانما اطالب ببينه، انا انزهه وانما اطالب ببينه. والبينه التي لدي هي انه المحاضر غتلقاوها موقع الرئيس ويدرا، غتلقاوها موقع النقيب حسن بيروين، غتلقاوها موقع النقيب باريكو، غتلقاوها موقعها النقيب الزياني، غتلقاوها موقع احد النقباء الممارسين النقيب وهبي، غتلقاوها موقع انا ذاك. وانا كنت عضوا في تلك، بل كنت مقررا لها، وانما تخلفت في محطات معينه لعذري في ذلك لا 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 لا, لا حديث ولا يصعب المجال في بعض المحطات. نحن لا نريد تشريعا على مقاسنا، رجع للسؤال ديالكم سيمون، نحن لا نريد تشريعا على مقاسنا، الذي حدث نريد تشريعا قويا لنكون اقوياء ونحن نجي للمحكمه. ملي نكون انا داخل في المرافعه ديالي وانا حاضي كلامي وانا خايف نقول شي كلمه، وانا احبس انفاسي، وانا احصي على نفسي كلماتي، وانا اتدبر امري بالزياده وبالنقصان، كنولي نقول كلمه وخايف لا تؤدي بي، اش بقات من الدفاع عن الحقوق؟ لم يعد من مجال للدفاع عن الحقوق والحريات في حينما اتصرفوا وفقا لهذا المنحى. طيب سيد نقيب، ايضا دائما في اطار قانون المهنه، يعني البعض كيقول شنو هي المؤاخذات ديالتكم على هذه المسوده هذه؟ ماذا تؤاخذون فيه الوزير على هذه المسوده هذه؟ شوف اخذت على نفسي عهدا لن احدثك. شوف قال شي حاجه اللي قال له واحد الا كنت ما تقولش شي حاجه مزيانه اسكت، اخذت ما ناخذش الموضوع ديالها، لن اخوض في موضوعها لانني رافضه من حيث الشكل، وحنا النقباء كلنا رافضين من حيث الشكل، لن نخوض في نقاشها. حنا وجدنا، حنا عطيناهم المشروع ديالنا جاهز نظيم قدمناه في يعني عندكم انتم مشروع بديل اكيد
اكيد قدمناها وعندنا ما يفيد بها نتواصلوا به وعندنا وبالتالي ان نخوض في نقاشها في محتواها وانت ما شاركتناش فيه وخرجتيها للعلن ما ندخلش. وشوف من باب شيء بشيء يذكر غير ملاحظه بسيطه ديال العموم هذه اللي ناشين وصفات الوان لا حول ولا قوه الا بالله. وبالتالي خليني مع السي وهبي الزميل ماشي الوزير اما الوزير نافحوا الزميل خليني معاه نتلاقاو انا وياه في شي مؤتمر ولا شي حاجه ويكون كمحامي وناخذوا نديروا المنصه مع بعضياتنا بجوج. نعم كسؤال اخير سيد نقيب ومشكور على صراحتك وبوحك في هذه الحصه هذه يعني كسؤال اخير الملاحظ هو ان انتم كمحامي في اطار تدبيركم لهذه المشاكل من قانون المهنه الضرائب الولوج للمهنه ايضا ما عندكمش واحد مقرب اللي هي قانونيه انتم اللي جا القانون معروف عليكم صياغه مذكرات قانونيه وايضا الطعن في المحاكم المختصه والادارات المختصه والجهات المختصه الملاحظ هو انكم الان تدبرون اموركم ميدانيا نضاليا احتجاجيا. شوف الفوجوانيه اللي تي لا لاغريابل لي تي جوري بريفيري لي تي يكون هو المذكره الترافعيه ولكن السيد وزير العدل خلى لنا لي تي هو اساليب احتجاجيه ضمنا للقانون واحتراما لحقوق الحريات ديال الاشخاص كلهم وهي النقطه اللي افتح ما عندنا حتى شي اشكال مع السلطه القضائيه التي يحاول ان يتم الزج بنا في اطار نقاش معها في اطار بالعكس نحترم ونقدرهم هذا خلافنا دي طبيعه اخرى بالعكس نقدر الاجلاء فرض علينا ان نتواجد بساحه المحاكم في اطار حركات احتجاجيه طبقا للقانون ودليلنا في ذلك انه البيان ديالنا اننا طالبنا برفع الاعتصامات خارج اوقات العمل تحملنا فيها مسؤوليتنا كنقباء وبالتالي المسؤولين القضائيين شكرا لهم ولكن يتفهموا الموقف ديالنا كما يتفهموا المواطنين. فيما يتعلق بالمذكره الترافعيه قدمناها السي منير قدمناها في اكثر محطه قدمنا مذكره ترافعيه في الضرائب واهم اللي يقول لهم كيعطوني الهضره لا قدمنا مذكرة ترافعية في الضرائب حينما كان حوارنا مع إدارة الضرائب مباشرة حينما تم الالتفاع على حوارنا أو على نقاشنا مع إدارة الضرائب بطريقة أخرى وأصبح الحوار مع وزارة العدل والوزير المنتدب اللي أعطاته لوزارة العدل معلومات ماشي صحيحة ما بغات يرجعوا للمذكرة الترافعية قدمناها قضينا في أشواط بواسطة خبير من طبيعة معينة اللي هو في الرباط وقدمنا وهيئنا له لأننا كانت عندنا لي واحد قدمنا ملاحظاتنا حول قانون مهنة المحاماة وقلت لك وقعنا على المحاضرة وأنهينا قدمنا ملاحظاتنا حول قانون المسطرة المدنية قدمنا على جميع التشريعات بالحجة واهم اللي كيقول لك ما كنعطيوش كنعطيو الآن نحن سنكون في لقاء مع رئيس الحكومة إن شاء الله يوم الثلاثاء بمذكرة ترافعية قد تصله مسبقا حول ملاحظة عددنا درنا لجينا فيها نقيب هيئة المحامين بالرباط وأبوح بعض المسائل اللي أنا ماشي سرية فيها نقيب هيئة المحامين بطنجة مشكورا لأن عندهم تصورات فيها الأستاذ بن شريف من وجدة إذا كاين نقيب هشام الوهابي كاين نقيب عدنان كاين الأستاذ بن شريف من وجدة وسيعدون مركزين ترافعي باسمنا جميعا ونطلع عليها ويقدمها رئيس الجمعية في إطار لقائنا يوم الثلاثاء إن شاء الله. كيف تتوقع لهذا اللقاء هذا أو الاجتماع مع رئيس الحكومة؟ لا نتوقع منه إلا كل خير بكل صدق. علاش؟ لاننا حينما نصل الى رئيس الحكومه ما تكونش عندنا نتيجه ايجابيه اش بقى لينا؟ انا ما غنكونش بحال الاستاذ بن جلون خليني غادي بشويه وبالتالي فانه يتعين ان شاء الله غادي يكون ولا ما يمكنش. فيما يتعلق بما اشرت اليه بان امكانيه الطعن احنا ندرسوها وانما المعطى القانوني يسعفنا يعني كنقصدوا الطعن في الدستور وعدم الدستور هو من وجهه نظري الخاصه قراءه قانونيه محضه ونكون انا محامي يجيب لي فرق المراعاه بالعدد الذي يخوله الى القانون اظنه 45 ولا شي حاجه في الاتجاه 45 يجيبوه لي نطعن فيه بالدستوريه وعندي من الاليات ما يمكن ان يعضد الغائه. الان المعارضه شيء جميل المعارضه راه لاحظتوا بانها ما كانتش في اللجنه ما صوتاتش حتى في اصدرت بلاغات وحتى في الجلسه العامه لان شوف هذاك نقول لك واحد المساله دور المعارضه هو بشكل او باخر هو قوه خطاب المحامي ودور الوزير هو رجل السياسه تقلبت الايه الوزير اللي كيخرج المنابر كيدوي وبالقوه وبالمنافحه وبالكلام كثير وبكذا وحنا كتلقانا كنستعملوا الحكمه هو اللازم انا الاول كيف ما حنا قدمنا المساعده القضائيه لسنوات طويله بالمجان ويعابوا علينا وكنضربوا دابا نصابوا في مقتل باننا نريد مصلحه ماليه ما عمرنا والان حتى المساعده القضائيه ما كنستخلصوهاش كامله للتاريخ والامانه ولكن دابا الله يجازيكم بخير اخاطب اناشد ذوي الحكمه اناشد
نحن في مرحلة إلى الحوار الشامل والحوار التام، ولكن جهة معينة قاطعة الحوار صعب علينا نفتحه معها إلا إذا طلبت، وإحنا إذا طلب منا وما نكونوا شيء. واحد زاد قبابك وتقول له لا ما تسجلتي علينا. شكرا لكم، وإن أنا أطلت سيمونير، وإنما في الختام نحن دعاة حوار، نحن رجال فكر، نحن منافحان الحقوق، نحن لا نغلق مهنة. أهلا وسهلا بالوافدين حيثما تواجدوا، أهلا وسهلا بحملة شهود كلية الحقوق، حملة الشواهد. نحن لسنا متهربين ضريبيا، لا خلاف لنا مع المواطن، فليتفهم المواطن ما نحن بصدده إنما من أجله، فليتفهم السادة المسؤولين القضائيون بأننا قدرنا أن نناضل من ساحة المحكمة وطبقا للقانون. وحمد لله أن وزارة العدل لم تعد لها تلك الصلاحيات التي كانت لها في السابق صلاحيات كبيرة، وإلا الحمد لله أنها كانت، أتمنى شكون كانت وزارة السيادة كيف ما كانت في ظل الظروف راهنة، غادي تكون معطيات اللي كنظن بهذا الشكل تؤدي إلى توتر عام. ولكن ولله الحمد السلطة القضائية من يستقل طبقا من هذا المعطى، وطالما نفحنا عليه. والآن أقول بأننا كنا على حق حينما طالبنا باستقلال السلطة القضائية، ولكن في ظروف معينة كانت تقدر تكون الأمور في شخصي وزير العدل يطلق كلاما لمنابر إعلامية هكذا، وربما كان يقدر تكون الأمور غير محمودة. شكرا لكم سيمونير، وشكرا لكم على انفتاحكم على المؤسسات المهنية، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى وفي أي مجال إن شاء الله. سيد نقيب شكرا جزيلا لك.